بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة آل عمران في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين الكريمتين قول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا أي اسبقوا غيركم في هذا المطلب العظيم الذي يتنافس فيه ويسارع إليه، وهو المغفرة، إلى مغفرة من ربكم، مغفرة من الذنوب والخطايا، لأن الله جل وعلا غفور رحيم يحب لعباده أن يتوبوا، وهو أفرح بتوبة أحدنا من الرجل في مهلكة يضيع راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم يأوي إلى ظل شجرة ويضطجع تحته استسلاما للموت، ثم بينما هو كذلك إذا بناقته واقفة على رأسه عليها طعامه وشرابه، فيفرح فرحا شديدا بذلك ويأخذ بزمامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، في هذه الحالة، لأنه يحب أن يغفر لعباده، يحب لهم الخير ويدعوهم إليه ويضاعف لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات. هذا من كرمه سبحانه وجوده ورحمته بعباده. إلى مغفرة من ربكم، سارعوا قبل أن يفوت الأوان. الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل فيموت على غير توبة. والله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم كان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لذلك العبد يسارع إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأن الفرصة تفوت إذا لم
يسارع إليها ويبادر إليها. سارعوا أي أسرعوا واسبقوا غيركم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى سابقوا إلى، كما قال في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي هذه الآية يقول وجنة عرضها السماوات والأرض، واسعة، جنة واسعة عرضها السماوات والأرض، فهي جنة عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي فرصة تفوت. إذا حرم العبد من هذه الجنة فإنه يكون مأواه النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفرص تفوت والزمن يسابق العبد. سارعوا إلى مغفرة من ربكم من ربكم الرحيم سبحانه وتعالى، وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة واسعة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفيها ما لا يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعدت هذه الجنة، هذا دليل على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة الآن، لأن أعدت هذا فعل ماض، أي هيئت وأوجدت لمن؟ للمتقين الذين يتصفون بتقوى الله سبحانه وتعالى، فيعملون بطاعته ويبتعدون عن معصيته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. سمي ذلك تقوى لأنه يقي من هذه، من النار، يقي من غضب الله سبحانه وتعالى. أعدت للمتقين، أما غير المتقين فإن النار أعدت لهم والعياذ بالله. الذين ينفقون، المتقون لهم صفات من أعظمها أنهم ينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، في السراء في حالة الرخاء، والضراء في حالة العسر والضيق، فهم دائما ينفقون الليل والنهار في كل وقت. الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، الإنسان يغضب ويغتاظ من بعض التصرفات، فإذا وجد الغيظ في نفسه والغضب فليكظمه ولا ينفذه، وله في ذلك هذه الجنة العظيمة. إذا كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه فإن له هذه الجنة العظيمة. والعافين عن الناس، صفات عظيمة، أنهم يعفون عن من ظلمهم وأساء إليهم رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. العافين عن الناس، والله يحب المحسنين، الله يحب جل وعلا، هذا من صفاته أنه يحب وأنه يبغض وأنه يسخط وأنه يغضب، من صفاته سبحانه وتعالى، لكنها ليست كصفات المخلوقين، بل هي تليق بالله عز وجل، صفات المخلوقين تليق بهم. والله يحب المحسنين، والإحسان هو في الأصل الإتقان، إتقان الشيء يسمى إحسانا، وهو أنواع، أن يحسن فيما بينه وبين الله عز وجل
كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك يحسن إلى المخلوقين، إلى الضعفاء والمساكين والمحتاجين، يحسن إليهم بمساعدتهم. وكذلك يحسن إلى البهائم بأن يعلفها ويسقيها حتى ولو لم تكن له. فقد دخلت الجنة امرأة وغفر الله لها بسبب كلب سقته لما وجدته عطشان، شكر الله لها ذلك وغفر لها. بينما دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم من يستحق القتل من الآدميين لقصاص أو غيره فأحسنوا القتلة، أن تكون القتلة مريحة ولا يكون فيها تعذيب، فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم الحيوان المباح الذي يذكى للأكل فأحسنوا الذبحة ولا تعذبوا البهائم عند الذبح. وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين، تكون حادة تقطع بسرعة، ولا تكون كالة تعذب الحيوان، وليرح ذبيحته. كل هذا يدخل في الإحسان. فالإحسان أنواع، والله يحب المحسنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا. الحقيقة أرسل أبو عبد الرحمن هذا السؤال الشيخ، يقول: لنا تجارة ومساهمات عقارية، ميزانيتنا في آخر السنة نخصم منها الزكاة، خلال السنة يا شيخ صالح يجينا بعض الإيجارات والاستثمارات العقارية قبل آخر السنة، وعند استلامها متى نزكيها؟ هل نزكيها مع ما حصل سابقا؟ نعم، أنتم بالخيار، إن شئتم تعجلون زكاتها وتزكونها مع الأموال التي تم عليها الحول، وإن شئتم تؤخرون زكاتها إلى أن يتم عليها حول، إلا إذا كانت هذه الأموال أرباحا للتجارة، فإن حول الربح حول رأس المال. أما إذا كانت ليست أرباحا للأموال التي وجبت زكاتها، فإذا عجلت زكاتها مع هذه الأموال فلا بأس بذلك. نعم. تميم معنا على الخط، نبدأ هذه الحلقة بهذا الاتصال. تفضل يا تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ السلام. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. بخير الحمد لله. يا شيخ، حبيت استفسر من ناحية الاختبارات، إذا أحد الطلاب أراد إعادة طلب إعادة تصحيح اختبار يطلبون منه 1000 ريال يأخذونها، إذا ثبت أنها خطأ على المدرس يرجعون له، وإذا ثبت أن التصحيح صحيح يأخذونه هم ويضعونه في صندوق الطالب، فما حكم هذا؟ وشكرا، الله يعطيك العافية. شكرا. يا أخي، الاختبارات لها نظام، تمشون على النظام، نظام التعليم، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم، تمشون على نظام الاختبارات، نظام الرسوب والنجاح، ولا يتصرفون من عند أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم متعب من المجاورة، تقول: امرأة يا شيخ تسأل أنها مرافقة مع مريضة في مدينة، ترى صوتك خافض. طيب،
لعل الإخوان صوتك خافض، الإخوان ينتبهون إلى ذلك. مهندس الصوت الشيخ يقول أن الصوت نعم نعم. تقول السائلة يا شيخ أم متعب بأنها مرافقة مع مريضة في مدينة جدة، وهي من أهل أبها ولها 7 أيام ولا تدري كم ستستمر المرافقة، هل تستمر في صلاة القصر والجمع؟ إذا كانت لا تعلم مدة الإقامة وإنما أقامت لحاجة ولا تدري متى تنقضي فإنها ما زالت مسافرة، تستمر على القصر. وأما الجمع فلا حاجة إليه وهي مقيمة، بل تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في منى أيام التشريق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لكن صلي كل صلاة في وقتها. نعم. تقول إذا أرادت العمرة هل يجوز لها أن تحرم من جدة؟ إذا ما نوت العمرة إلا من جدة تحرم من جدة، من المكان الذي نوت منه، هو ميقاتها من حيث أنشأ، يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. تقول السائلة يا شيخ في مسألة قبل 6 سنوات بأن الزوج معها في نهار رمضان وهي جاهلة وقد أكرهها الزوج على ذلك، فماذا عليهما الزوج والزوجة؟ الجماع في نهار رمضان والإنسان صائم ومقيم حرام، فهو يتجنب، الصائم يتجنب الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، لأن هذا معنى الصوم. فإذا جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فإنه يحرم عليه ذلك ويأثم، وعليه 3 أمور: الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، الأمر الثاني أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا يجب على الرجل والمرأة إلا إذا كانت مكرهة، إذا كان أكرهها على ذلك فإنه ليس عليها شيء، أما هو فعليه الكفارة، وإن كانت غير مكرهة فعليها الكفارة مثل الزوج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه؟ نعم، اسأل الله الصبر والاحتساب، وعند الصبر على 3 أنواع: صبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمسلم يصبر هذه الأنواع من الصبر إذا احتاج إليها، وله الأجر العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول ما حكم صلاة سنة الجمعة القبلية وما الوارد في السنن في ذلك؟ الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن من دخل المسجد
قبل حضور الإمام فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، وإن استمر في صلاة النافلة حتى يحضر الإمام فهذا أفضل. نعم. فيصل من جدة، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخ. تفضل تفضل شيخ. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. أول سؤال، حكم الصلاة المسبل. طيب، هل هي تجوز الصلاة وما حكم الإسبال؟ نعم. السؤال الثاني، لحظة خلي الشيخ يجاوب. لحظة أعد السؤال. هل حكم الصلاة للمسبل؟ الإسبال محرم. وهل يجوز الصلاة؟ الإسبال محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. والمسبل من جر، وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الوعيد شديد في هذا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتعاهد ثوبه ولا ينزل عن الكعبين، ما ينزل ثوب الرجل عن الكعبين، فإن نزل فهو الإسبال المحرم. والمسلم عليه أن يتفقد ملابسه ولا يقتدي بالناس المتساهلين. والمسبل تصح صلاته مع الإثم على الإسبال، صلاته صحيحة إذا أدى أركانها وشروطها وواجباتها، صلاته صحيحة، ولكنه يأثم على الإسبال. وأيضا المسبل لا ينبغي أن يتخذ إماما، لأنه قدوة يقتدي به الناس إذا تساهل في الإسبال. نعم. السؤال الثاني فيصل. الله يجزاك خير يا شيخ. هل يجوز تأخير الزكاة متعمد؟ أنا أخرت الزكاة متعمد لرمضان اللي بيجي بعد شهر، أخرتها لي 4 شهور، أخرتها الآن لرمضان. اسمع الإجابة يا شيخ، ولا أطلعها الآن؟ الواجب أن تخرج الزكاة عند وجوبها، عند تمام الحول، ولا تنتظر رمضان. فأنت أخطأت في حبسها حتى يأتي رمضان مدة أشهر، فبادر بإخراجها يا أخي، وأوصلها إلى مستحقيها. نعم. السؤال الثالث. الله يجزاك خير. السؤال الأخير، الله يجزاك خير، الغش في الاختبارات، وش الحكم وش كفارته؟ أن الله يسامحنا ونعرف ناس غشوا في الاختبارات، هل لها كفارة؟ طيب، شكرا، والله يجزاكم خير ووفقكم يا شيخنا. آمين. الغش محرم في كل شيء، الغش محرم في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، في الاختبار وفي غيره. ولا يجوز للمراقبين أن يتساهلوا مع الطلاب في مسألة الغش، بل عليهم في الحزم ومنع الطلاب من الغش. وإذا حصل من أحد غش فإنه يعاقب بما يردعه عن، وهذا حسب النظام، هذا حسب النظام الدراسي. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل في الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة هنا؟ لأن الصبر يحتاجه الإنسان في كل لحظة، يصبر على أقدار الله، يصبر على طاعة الله، يصبر عن محارم الله، يحتاجه دائما وابدا. أما الصلاة فلها أوقات، تؤدى عند أوقاتها، فالمسلم بحاجة إلى الصبر دائما وابدا. وأيضا الصلاة يصليها في أوقاتها، والصبر والصلاة يستعان بهما على الشدائد.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد به حال يبادر إلى الصلاة ويقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فكان يرتاح عليه الصلاة والسلام بالصلاة من الهموم والمضايقات، لأنها قرة عينه صلى الله عليه وسلم. والمصلي يناجي ربه عز وجل ويدعوه وهو واقف بين يديه، هو ينسى هموم الدنيا وشدائد الدنيا إذا حضر قلبه وخشع قلبه في صلاته. نعم. ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين أنه دجال ولم يكن يعلم هذا الذي ذهب إليه؟ هل عليه كفارة؟ عليه التوبة إلى الله، وإذا كان أمره بشيء يفعله يزعم أنه علاج فلا ينفذه، إذا أعطاه أدوية فإنه يلقيها أو يحرقها إذا كانت من الشعوذات والسحر، بادر بإحراقها. وعليه أن يبلغ عن هذا المشعوذ، أن يبلغ رجال الحسبة، أقرب مركز للحسبة يبلغه عن هذا المشعوذ ليأخذوا على يده. نعم. أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يجزاك خير. أنا بسأل، حياكم الله. عندي زوجتي من العام الماضي كان عليها قضاء من رمضان، والآن جاء والآن عندها حمل وما تقدر تقضي. إذا كانت ما تقدر على القضاء الآن تؤجله. أقول إذا كانت لا تقدر على القضاء الآن تؤجله إلى أن تستطيع، ولو أنه جاء رمضان الجديد تصومه ثم تقضي بعده ما فات من رمضان الماضي، وليس عليها شيء لأنها معذورة بالتأخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الشيخ، ما الشيء الذي يرفع البلاء، وهل هناك دعاء نردده في ذلك؟ الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك التوبة إلى الله والدعاء بأن يفرج الله عنه، والله قريب مجيب، فعليه بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن الله يرفع عنه ما أصابه. نعم. أحسن الله إليكم. محمد فوزي يقول: ما أبرز الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل ونكون من عباده الصالحين؟ الفرائض يا أخي، أداء الفرائض ثم النوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدده في هذه الأمور: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو الواجب على العبد، أن يؤدي الفرائض أولا، ثم بعد الفرائض يؤدي النوافل. نعم. أحمد من الباحة معنا على الخط، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. معاي العشير. لو سمحت يا أحمد قصر التلفزيون شوي، قصره. طيب ابشر. إيه، لانه في تردد بالسماعه عندي. تفضل. أبشر. تفضل. سؤالي للشيخ، الفضل الشيخ، خذ عمره قبل سنتين، ثم حصلنا الحمل في مكه كثير، ما عاد حصلنا المحل من حيث نحلق ونقصر الشعر، فمشيت ما عاد حلقت الا
في الجنوب ابتعد عن مكة وعن. طيب. إيه نعم. يا أخي حلق الشعر ليس له مكان معين، حلق الشعر أو تقصيره للعمرة أو للحج ليس له مكان معين، فتفعله في أي مكان من الحل والحرم، لكن بشرط أن تبقى على إحرامك ولا تخلع إحرامك ولا تباشر شيء من محظورات الإحرام حتى تقصر أو تحلق رأسك للحج أو للعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ مريان تقول بالنسبة للأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حاجاتهم عزكم الله وإخواني، هل يبطل الوضوء؟ إذا مست فرج الطفل مباشرة بدون حائل فإنه ينتقض وضوءها بذلك، أما إذا طهرته من وراء حائل فإن وضوءها باقي لا يتأثر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض الذين يبيعون في السيارات أشاهد عندهم أمور غير طيبة مثل النجش والكذب في بيع السيارات، ما نصيحة الشيخ لهم؟ يجب على باعة السيارات وعلى غيرهم في أسواق المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغشوا ولا يخدعوا ولا يكذبوا في معاملاتهم، عليهم أن يصدقوا في معاملاتهم ولا يتخذوا الحيل للتغرير بالمسلمين لسلب أموالهم باسم البيع والشراء، فإنه يذكر كثير عن أصحاب المعارض والعقاريين تصرفات سيئة وحيل ومكر غير ذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فما للمسلم حرام إلا بطيبة من نفسه أو بمعاملة صحيحة نزيهة من الغش والخيانة والكذب، فالواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يدخلوا في أموالهم مكاسب من هذه الطرق فإنها تفسد أموالهم، فإنهم مسؤولون أمام الله، فإن في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل الشيخ صالح يقول امرأة أرضعت طفلا يوما واحد، هل تكون قد أتمت الرضاعة؟ المهم أن الطفل يمص الثدي 5 مصات، في كل مصة ينزل عليه حليب، فإذا مص الثدي ونزل عليه لبن 5 مصات فأكثر فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة، ويكون هذا في الحولين أيضا. نعم. أبو فيصل من الدوادمي، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. شيخ، أبوي كبير سن. نعم. ويصلي في البيت والمسجد جواره، هل يروح للمسجد يمكن عمره حول 100؟ ما شاء الله ما شاء الله. إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه الذهاب إلى المسجد ما يشوف وركب التعوره. طيب اسمع الإجابة يا أخي، استمع. إذا كان يشق عليه الذهاب إلى المسجد أو لا يستطيعه فإنه يصلي في مكانه، يصلي في البيت، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث أيضا من سمع النداء فلم يأته
فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. والكبر والهرم نوع من موانع الحضور إلى المسجد، فهو عذر شرعي، يصلي في بيته والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الله: عندي بعض الأراضي أعددتها للتجارة، متى أزكيها؟ وإذا كان بعض هذه الأراضي لم أزكيها منذ 5 سنوات. إذا نويت الأراضي للبيع فإنه يبدأ حولها من نية البيع، فإذا مضى عليها سنة من نيتك للبيع فإنك تثمنها بما تساوي سعر الحاضر وتزكيها بإخراج ربع العشر، وهذا في كل سنة، لا يجوز لك التأخير، في كل سنة تزكيها إذا تم عليها الحول وأنت تنويها للبيع، بأن تقومها بما تساوي على رأس الحول وتخرج ربع العشر، 2.5%. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، سمعت من بعض الناس بأن هناك صلاة تسمى صلاة الهدية تنفع الميت في قبره، ما صحة هذا القول؟ هذا غير صحيح، والصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، ولا يصلى عن الأموات، إنما الذي يهدى للأموات ما ثبت في الأدلة مثل الدعاء لهم، الصدقة عنهم، الحج والعمرة عنهم، قضاء ديونهم، وما عدا ذلك فالعمل للعامل. قال الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول: شيخ صالح، ما هي حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما معناها؟ المحبة عمل قلبي يا أخي، عمل قلبي، فتحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ومحبة طاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نفعنا الله به وأنقذنا به من الظلمات إلى النور، وهدانا الله به إلى الصراط المستقيم، فتجب محبته صلى الله عليه وسلم. وذلك وهذه المحبة تقتضي اتباعه والعمل بسنته، ولا يجوز إحداث البدع ويقال هذا لمحبة الرسول، لا، هذا ليس محبة للرسول. الرسول نهى عن البدع مثل إحداث المولد، الاحتفال بمولده، أو الغلو في حبه صلى الله عليه وسلم بحيث يصرف له شيء من أنواع العبادة والخوف والرجاء وغير ذلك، هذا لا يجوز، هذه ليست محبة. المحبة محلها القلب، وتظهر علاماتها بالاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم سنته على كل شيء، تقديم قوله على قول كل أحد، وتقديم محبته على أقرب الناس إليك بل على نفسك أيضا. قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ إبراهيم من الدمام، تفضل إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شيخ، أنا بس بدي أستفسر عن حكم أخذ قرض أو تمويل شخصي من بنك ساب البريطاني، مع العلم انه بقوم على بيع سلعه في السوق الدولي، فبدنا من فضيلتكم نبين انه هذا حلال او حرام،
وجزاكم الله خيرا. مع العلم ايش؟ مع العلم ايش؟ مع العلم انه يقوم هذا على اساس التورق في بيع سلعة في السوق الدولي على اساس انه بيع معدن حديد او ألمنيوم او. يا اخي مسألة التورق لا بد ان تكون السلعة في ملك البايع قبل العقد، ولا بد ان تراها انت، تنظر اليها وتعرفها، هذا شيء. الشيء الثاني بعد شرائك لها لا بد ان تقبضها وتنقلها من مكان البايع الداين تبيعها على غيره ثم تنتفع بثمنها. هذه مسألة التورق. نعم احسن الله اليكم. ما المقصود يقول بالآية الكريمة يرجون تجارة لن تبور في سورة فاطر؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون بعملهم هذا، لا يقرؤون القرآن رياء ولا سمعة ولا طمعا في أمور الدنيا، وإنما يقرؤونه يرجون بقراءته تجارة لن تبور، تجارة الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه هي التجارة الرابحة، تجارة الآخرة بالأعمال الصالحة. نعم أحسن الله إليكم. وردتنا بعض الأسئلة المتعلقة في الصلاة، يقول ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث يا شيخ؟ الأصل فيها كتاب الله وسنة رسوله، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الأصل في الطهارة والدليل عليها. نعم أحسن الله إليكم. أبو بداح معنا على الخط. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤالين الله يرفع قدرك. احنا عندنا استراحة تبعد 80 كيلو أو 82 كيلو عن الرياض، هل يجوز فيها الجمع والقصر ولا أن نتم الصلاة؟ علما بين عندنا مسجد بركسة مصلى. طيب يجاوب الشيخ. نعم إذا بلغت 80 كيلو فأكثر وأنتم لا تنوون الإقامة فيها إقامة طويلة أكثر من 4 أيام فلكم الجمع، لكم القصر. وأما الجمع ما دمتم نازلين تصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإذا كان حولكم جماعة ومسجد فصلوا معهم ولا تصلوا وحدكم، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم السؤال الثاني يا أبو بداح. السؤال الثاني لو أرفع قدرك، الجمعية بين الموظفين ما أدري هل جائزة ولا فيها اختلاف؟ شكرا. والله أنا لا أراها لأنها تقارض، فهي قرض جر قرضا، فأنت لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك، فهو تقارض بين الجماعة، فأنا لا أرى هذا. نعم أحسن الله إليكم.
شيخ صالح، هل صحيح أن من يتكلم أثناء الأذان تلعنه الملائكة؟ لم أعلم هذا ولم أسمع به، لكن المشروع عند الأذان أن تتابع المؤذن، يعني تقول مثل ما يقول، فإذا فرغ من الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسيلة بيت في الجنة، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف نجيب المؤذن في حال سماع أكثر من أذان في وقت واحد في الحارة؟ أجب المؤذن القريب منك الذي تفهم كلامه، المؤذن القريب منك تابعه. نعم. يقول ما معنى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ واضح هذا فيه إثبات خيار المجلس، أنه إذا تم العقد بين البائع والمشتري انعقد البيع، ولكن يبقى الخيار لهما إلى التفرق من مجلس العقد، لأنه ربما يكون أحدهم استعجل، ربما يكون عنده ظروف ولم يستحضرها، فيكون له الخيار. فإذا تفرق من المجلس أو قام أحدهما من المجلس فإنه يجب البيع وينتهي الخيار. نعم. وهذا يسمى خيار المجلس. نعم. يقول السائل يا شيخ، نلاحظ بعض المصلين هداهم الله بعد استعمال المنديل يقوم بوضع المنديل تحت التكاية أو العمود أو وضع المنديل المستخدم في درج المصحف، هل من كلمة للشيخ؟ هذا حرام، ولا يجوز إلقاء المناديل التي فيها الفضلات في المسجد. المسجد يجب أن يصان وأن ينظف وأن يطهر وأن لا يلقى فيه شيء من المخلفات، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، فلا يوضع في صندوق المصاحف، وهذا أشد، أن يضع المناديل التي فيها أذى يضعها مع المصاحف، ولا يضعها تحت الفراش، فراش المسجد، فإن هذا خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة كفارته دفنه، هذا لا يجوز الإساءة إلى المساجد. فإذا استحتاج إلى المنديل معه أو مناديل المسجد فإنه يستعمله ويلقي فيه ما يضايقه ويجعله في مخباته في جيفه أو في جنبه، إذا خرج فإنه يلقيه في الشارع ولا يلقي في المسجد. نعم. عبد الملك من جدة، تفضل يا عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثمة نهي في الشريعة عن النوم بعد صلاة الفجر؟ إذ كثيرا ما يغلبنا النعاس فننام بعد الصلاة. هذا السؤال الأول. يكره النوم بعد الفجر، يكره إلا إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه فإنها تزول الكراهة، وإلا فإنه يذكر الله أو يطلب الرزق، جعل خير أمتي في بكورها أو ما هذا معناه، فيطلب الرزق أو يشتغل بتلاوة القرآن أو بذكر الله عز وجل، إلا إذا احتاج إلى النوم بعد الفجر فإنه ينام. نعم. طيب. نعم. أحسن السؤال الثاني. تفضل تفضل. السؤال الثاني، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، حكم التوسل إلى الله بحب الصالحين، هل هذا من التوسل المشروع أم من التوسل الممنوع؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. هذا من المشروع، لأن حب الصالحين، حب الرسول، حب الصالحين، هذا من الأعمال الصالحة، هذا من الأعمال الصالحة، فيتوسل به. نعم. أحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الله يقول: بالنسبة للنجاسة، هل تطهر بغير الماء؟ وهل البخار يا شيخ في وقتنا الحاضر الذي تغسل به الثياب والأكوات مطهرة له؟ النجاسة لا تطهر إلا بالماء الذي يزيل أثرها من الثوب أو من غيره. فإذا كان البخار معه ماء طهور وزالت به النجاسة ولم يبق لها لون ولا طعم ولا ريح، فإنها تطهر بذلك. أما مجرد بخار وليس معه ماء، هذا لا يطهر. نعم. هذا يسأل يا شيخ فقرة في سؤاله السابق عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال. الله أعلم، هذا محل خلاف. وبعض العلماء يقول لأن فيه فخر خيلاء، بعضهم يقول لأن فيه كسر لقلوب الفقراء. الحاصل أنه حرام ثابت تحريمه ولا يجوز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، فأخذه صلى الله عليه وسلم وألقاه في الأرض، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا الأخت أم عبد الله بالنسبة للتسمية في الوضوء تقول: دائما أنسى شيخ التسمية عند وضوئي. لا بأس بذلك، إذا نسيت تسقط التسمية، إنما تجب التسمية مع الذكر، أما عند النسيان فإنها تسقط. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا الأخ السائل أبو محمد يقول: لي أخ أصابه الوسواس، وهذا الوسواس مستمر، يقول: مع أننا حاولنا معه كثيرا، ويقول إلا أنه يقول أنني عجزت، ولذلك يترك بعض العبادات وبعض الصلوات، ويقول هذا من الوسواس. لا يترك الصلاة وما يجب عليه من أجل الوسواس، يصلي. والوسواس يعالج بالرقية وبذكر الله عز وجل والاستعاذة من الشيطان الرجيم، ولا يتكلم به ولا يذكر ما حدثته به نفسه من ذلك، بل يكتمه ولا يعمل به. وإذا أيضا هناك أطباء نفسانيين، لو ذهب إليهم وعرض عليهم حاله ربما يجدون له علاجا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذر والصراصير وبعض الحشرات، نقوم برشها بمبيدات لإنهائها، فضيلة الشيخ، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك. الذي يؤذي ولا يندفع أذاه إلا بقتله يقتل، يقتل إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله. نعم. يسأل أيضا هذا السائل عن سجود السهو، يقول: متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، إلا أن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فيكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث. نعم. علي من جازان، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. وعليكم السلام، تفضل. أبغيت أسأل الشيخ، أنا شيخ عملي عسكري ودوامي شفتات، اليوم أحيانا تلحقني شفتات وقت صلاة المغرب العشاء، أضطر أني ما أصلي المغرب العشاء لأني ما أقدر أغادر الموقع، فما حكم يا شيخ إذا أخرت الصلاة بعد صلاة العشاء؟ يا أخي تصلي في مكانك، صلي في مكانك ولا تذهب وتترك ما مهمتك، لا تتركها، تصلي في مكانك والحمد لله. بس يا شيخ أنا ما أقدر، تؤدي العبادة مع القيام، يكون منتقب وضوئي، ما أقدر أطلع، ما أقدر أغادر المكان.
إذا أنه ما انتبه على الواجب أنك تكون مستعد بالوضوء حيث إذا جاءت الصلاة تصليها، لكن لو قدر أنه انتقض وضوءك أو أنك لم تتوضأ ولا تغادر المكان فإنك تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، إن كان ينتهي عملك في آخر وقتها تؤخرها وتصليها في آخر الوقت بالوضوء، وإن كان سيخرج الوقت فإنك تنوي جمعها مع ما بعدها جمع تأخير. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ السواك سنة مؤكدة، وإذا قام يستاك إذا قام من الليل، إذا قام من نوم الليل، ويستاك إذا تغيرت رائحة فمه، ويستاك إذا طال كلامه، ويستاك إذا أراد القراءة، ويستاك عند الدخول في الصلاة. كل هذه مواضع. وأما إذا حضر الإمام للخطبة فإنه يسكن ولا يحرك شيئا وينصت للخطبة. نعم، السائل أبو باسم يقول: الشيخ صالح، متى نأمر الصبيان في الحضور إلى المسجد؟ لأن بعض الناس في الحارة يأتون بأولادهم 5 سنوات و6 سنوات ويشغلون من في الروضة وفي الصف الأول، ما رأي الشيخ صالح؟ الطفل إن كان يبلغ 7 سنين تصح منه الصلاة، يحضر إلى المسجد إذا كان ما يشق عليه هذا، يحضر إلى المسجد ويصلي مع والده ويضبطه. أما إذا كان الطفل لا تصح منه الصلاة لأنه دون التمييز فلا يحضره إلى المسجد إلا عند الحاجة، إذا كان يخاف عليه أن يضيع أو يحضره، ولكن يضبطه معه. نعم، شيخ صالح، الماء المتغير بطول مكثه، ما حكم الوضوء منه؟ لا يضر، يتوضأ منه إذا كان تغيره من طول مكثه أو من المكان الذي هو فيه، هذا متغير بغير النجاسة فلا بأس بالوضوء به. نعم، عبد العزيز من الخرج، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. جزاك الله مساك يا أستاذ عبد الكريم. تفضل، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. تفضل. رفع الله قدرك، عندي سؤال الله يحييك بحكم لبس الألماس للرجال، الساعة. ساعة الألماس. طيب، شكرا. لا بأس بذلك لأنه لم يحرم إلا الذهب، وأما بقية المعادن فلا بأس بها ولو كانت ثمينة لأنه لم يرد نهي عنها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل مصري ومقيم بجدة: ما رأي الشرع في نظركم في قراءة أسماء الله الحسنى بعد الفراغ من الصلاة؟ هذا لم يرد يا أخي، هذا لم يرد. وأسماء الله الحسنى يدعى الله بها: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرم، يا غفور اغفر لي، وهكذا يدعى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا المشروع فيها. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول: إذا تأخر المؤذن عن الأذان وذهب من الوقت نحو 11 دقيقة فهل يؤذن أم ينتظر الإقامة ويقيم، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يقول في سؤاله: إذا تأخر المؤذن عن الأذان ذهب أكثر من 10 دقائق أو 11 دقيقة هل يؤذن أم ينتظر الإقامة ويقيم؟ إذا دخل الوقت ولم يحضر المؤذن فإن الموجودين يؤذن أحدهم ويقيم، إذا أذن فإنه يقيم، قال صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. نعم، يقول هذا السائل مقيم بالرياض: أريد إن شاء الله عازم على الحج هذه السنة،
وهذه هي الحجة الأولى، فماذا أخذ من المناسك، الإفراد أو التمتع أو القران؟ كلها مخير فيها، لكن الأفضل التمتع، أن تحرم بالحج أولا، ثم أن تحرم بالعمرة أولا، ثم تفرغ منها إذا وصلت إلى مكة بالطواف والسعي والتقصير، ثم تتحلل وتلبس ثيابك، ثم يوم التروية يوم 8 تحرم بالحج وتذبح فدية إذا كنت قادما من الآفاق، أو تحرم بالعمرة والحج معا، وهذا يسمى القران، فتبقى على إحرامك، تطوف طواف القدوم وتبقى على إحرامك إلى أن يأتي الحج وتحج، ثم إذا أديت المناسك يوم العيد تتحلل من إحرامك ويكون عليك فدية. أو تحرم بالحج وحده وهو المفرد، تحرم بالحج وحده وتبقى على إحرامك من الميقات إلى أن تحج يوم العيد، ثم تتحلل من إحرامك وليس عليك فدية، أنت مخير بين هذه الأمور. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، بارك الله فيكم على ما أجبتم للإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. حقيقة أشكر زملائي في استوديو الطائف على تواصلهم معنا باستقبال الشيخ وتهيئة هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أشكر فريق العمل معي في الرياض من فنيين ومصورين ومخرجين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة ناصر البقومي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.